فرح محطتنا هلأ مع عالم بيعشقوا الصغار والكبار بلحظات بتلامس فينا روحنا وعواطفنا أو حتى قلوبنا، وأوقات تانية بتضحكنا وبترسم البسمة على وجوهنا. عم نحكي عن الدراما السورية اللي كانت وما زالت بصمة ما بتشبه غيرها بالعالم العربي. طبعا سلمى تنوعت النصوص الدرامية اللي هي بمثابة سفير للعالم أجمع، ومثلت واقعنا بكتير من الحالات، والمسلسلات الدرامية الكوميدية كان إلى النصيب الأكبر بموسم الرمضاني. أزمة عائلية هو المسلسل الدرامي الكوميدي اللي عرض أوجاع الشارع السوري بأسلوب لا يخلو من الكوميديا، حيث حلت قصة المسلسل التلفزيوني أزمة عائلية ضيفة على ندوة أماسي السادسة التي أقامتها مديرية ثقافة دمشق في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة. أكيد لحتى نحكي أكثر عن هي الندوة بيسعدنا نرحب بالناقد الإعلامي الأستاذ ملهم الصالح. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير أستاذ ملهم. صباح الخير سلمى، اهلا وسهلا. بداية خلينا نحكي قديش يمكن مهم يصير مثل هالنوع من الندوات، وهي مناقشة عمل الدرامي يمكن مع أسرة أيضا العمل. نعم، الحقيقة أي عمل إبداعي يحتاج يعني بعد إنجاز أي عمل لكي يكون العمل التالي هو عمل إبداعي يحتاج إلى محطة تقييمية أو تقويمية، هو عبارة عن تناول هذا العمل، الوقوف على التجاوزات التي حققها بمعنى الإنجازات اللي حققها، وأيضا ربما الهفوات أو الملاحظات التي يمكن كان أن يتجنبها. في الخطوة التالية بالتأكيد سيرتقي، يعني العمل سواء كان درامي أو فني أو أيا كان بالتالي سيرتقي. إذن الندوة كانت هي بمحطة لتناول هذا العمل، تقييم هذا العمل مع أسرته. يعني هناك حوار لم يكن التقييم هو أن تبعدي من أبدع وأن يعني يكون هو خطاب أحادي، وإنما كان حوار. بالتالي من هنا تأتي أهمية الندوات الحوارية، سيما أنها يعني يشترك بها المواطن العادي الغير متخصص في صناعة الدراما، والذي لا يعتبر أيضا من النقاد أو من يساهمون في صناعة أيضا هذا المشهد الدرامي. إذن المتلقي يشارك في هذه الندوة، من هنا أيضا تأتي أهميتها. نعم، يعني أستاذ ملهم عم نحكي اليوم عن كوميديا وعن نقد بظل يمكن كل هاي الصعوبات اللي عم نمر فيها، لأنه فعلا في نقاط نجح فيها المسلسل بتسليط الضوء على كتير من السلبيات، كتير من الأوجاع اللي عم بيعاني فيها الناس. من خلال الندوة شو هي النقاط السلبية وشو هي النقاط الإيجابية اللي تم مناقشتها؟ نعم فرح، أنت حكيتي على نقطة كتير مهمة، هي ما يسمى نقديا السياق أو ما يعرف بالسياق، بمعنى أن هذا العمل الإبداعي بشكل أو بآخر يتأثر بالبيئة، يتأثر بالمحيط، يتأثر بالإمكانيات، يتأثر بما هو متاح. فبالتالي أحيانا يمكن أن أنت كمبدعة يعني بيكون ببالك كثير من الأفكار، لكن هناك قصور في الإمكانيات، الإمكانيات غير متواجدة، غير متوفرة، ربما الظرف، ربما إلى ذلك. من هنا الوقوف على هذه التفاصيل لا يمكن يعني أن تتعرفي عليها وأنت تشاهدين العمل فقط على الشاشة، لكن عندما تشاركين نقاش هذا العمل مع الأسرة توضح لك الأسرة بأي يعني أي فني، أي عامل فني فيها، سواء في الصوت، سواء في التصوير، سواء في الإضاءة، أيضا مع المخرج، مع الكاتب، مع بعض النجوم، مع الإنتاج، كل ذلك يوضح لك السياق مدى الصعوبة. حتى تناولنا أيضا موضوع التأليف الموسيقي، الموسيقى التي صاحبت أو رافقت المشاهد لتصلنا بهذه النكهة. إذن كما قلتي هو الوقوف على الإيجابي في هذا العمل، وأيضا الوقوف على بعض الهنات التي كان يمكن أن تجاوزها، أو ذكر هذه الهنات لي يعني يدافع عنها أو لنفهم وجهة نظر من كان خلف يعني هذا العمل أو خلف هذا جزء من العمل. نعم، يعني أستاذ ملهم بتجرد هذا العمل يمكن حصد كتير مشاهدة، وخصوصا من الشارع السوري اللي اعتبروا بعض الناس، قالوا هاي الأزمة العائلية أنقذت أزمة الدراما السورية هذا العام، هيك البعض قال. نعم. على صفحات. نعم. التواصل الاجتماعي اليوم قديش كان في كمان هذا صدى الشارع قدروا يسمعوا أسرة المسلسل من خلال أماسي. الحقيقة هي نقطة كتير مهمة سلمى، لاحظت أنا أنه بعد أن انتهت الندوة، تخيلي فرح أنه نحن ضلينا على باب المركز الثقافي
يعني على رصيف تبع أكثر من ساعة بعد ما انتهت الندوة. أسرة العمل يعني أسرة العمل هي كان آخر من انصرف من المركز تخيلي. فكان الحقيقة كان في استمتاع تلمسي نبض الشارع. يعني هون ما انك عم تلمسي مثل ما قلت لك الخطاب الوسط الدرامي، هون عم تشوفي انت المتلقي. فكان اول سؤال طرحه الاستاذ هشام شربتجي يعني بأول مشاركته أنه طلب عكس الموضوع، يعني كانت الصالة مظلمة فطلب أنه أن تنار الصالة، وسأل سؤال أنه من ضد العمل 100%. أذكر من الصالة طبعا كانت ممتلئة وكان الجمهور على يعني وقوفا أيضا، يمكن 3 أو 4 أيدي اللي ارتفعت. والحقيقة يعني أنا استشفيت أنه هدول الأيدي ما تابعوا العمل، يعني حكموا على العمل من يمكن أول أو من أول 3 حلقات لإله. هو العمل تصاعدي لحتى جدا أي تمام مشاهد تمام فرح يفهم. تمام هو العمل تصاعدي، وهذا واحد من الأسئلة التي وجهت للعزيز والشيخ الكار المخرج هشام شربتجي، أنه ليش تماما أنه يا أستاذ هشام، وحتى للأستاذ الشاب الواعد شادي كيوان اللي هو المؤلف، وهو بالمناسبة هو أول عمل درامي متكامل لشادي كيوان. فكان السؤال أنه الحلقات مستواها متباين، يعني لم تكن على سوية واحدة، يعني كان هناك حلقات خاصة اللي في البداية إيقاع شوي ما بيشد يعني. لكن الحقيقة فرح يعني حسب اللي أنا لمسته من المحيطين أنه من بعد الحلقة 8 أو 9 بلشت السنارة تعلق، يعني بلش المتلقي يعلق. بعد الحلقة يمكن 15 أو 16 صار من الصعب أن تفلتي حلقة منك دون مشاهدة. واللي أنا أمتعني أنه العمل وصل لشريحة كبيرة من الشباب، يعني لم يعني إنك توصلي لشريحة الشباب أو حتى شريحة الفتيان أو حتى شريحة الأطفال. يعني أنا متذكر أنه في طفل من اللي بيرتادوا المركز دري أنه تاني يوم نحن بدنا نستضيف أزمة عائلية، فقام قال لي عمو ما بتتأجل انه لبكرة؟ انا والله بكرة انه عندي موعد ضروري، صرت مأجله 3 مرات فما فيني أجله انه هي. فقلنا له لا بركي بنستضيفه مرة تانية. فهذا الموضوع كتير كان انا عم يلامسني الحقيقة. أزمة عائلية مثل ما حكيت سلمى من شوي، فعلا انا اعتبره من الاعمال اللي ربما انقذ أزمة الدراما السورية هذه السنة. اعتبر ان أزمة عائلية هو يعني عمل درامي اعتنى بالمتلقي السوري، يعني توجه إلى المتلقي السوري تحديدا أو بشكل خاص. الحقيقة لم يستخف بعقله، لم يستخف بوعيه، ناقش المسائل بجدية. ربما الأسلوب هنا الذكاء ودهاء الحقيقة، ما هو بس الذكاء، أنه أنا أعطيك البساطة في البداية لأخذ منك الدمعة في نهاية الحلقة. وأغلب حلقات أزمة عائلية يعني كان يدعو ربما أو يعني يستنزف الدمع منك في آخر يعني أو في ختام كل حلقة، خاصة مثلا الحلقة 19 اللي بيكون فيها أو بيتعرض فيها الفنان رشيد عساف لفقدان الذاكرة. نعم. لما بيرجع يعني بيطلع أول مشوار ليتجول بدمشق، فبيرجع بيقول أنه هو مصدوم. الحقيقة النهاية فرح كانت مؤلمة جدا، يعني الموسيقى التصويرية الأستاذ سعد الحسيني كمان أيضا ناقشنا موضوع أيضا موضوع الإعداد الموسيقي، موضوع التأليف الموسيقي، ناقشنا أيضا بعض النجوم حضروا. هلأ وجه يعني ملاحظة للندوة أنه يعني كرمت أسرة العمل في غياب النجوم. أنا أعتبر أسرة العمل فرحية ليست فقط نجوم العمل، نجوم العمل هم مثل ما بنقول نحن الريسبشن أو القسم الأمامي، يعني دائما هذا القسم الأمامي اللي المتلقي بيشوف العمل من خلاله، لكن خلف هذا القسم الأمامي قسم خلفي. يعني الكواليس اللي في هدول اللي بنوا هذا العمل وصنعوه صناع هذا العمل. فالحقيقة حضور الصناع حضور النجوم كانوا كلهم أغلبهم مرتبطين. يعني الأستاذ رشيد أظن يمكن عنده يمكن مناسبة ما أو مؤتمر ما بتونس. الأستاذة رنا شميس بوجه لهم كلهم تحية طبعا عبر شاشتكم، كمان عندهم ارتباط بعمل. حتى الأولاد اللي بأزمة عائلية يعني الأستاذة نجاح مختار، طارق عبده كمان كان عندهم تصوير بطرطوس بنفس اليوم تخيلي، يعني كلهم كانوا عندهم. عاصم حواد كان عنده يمكن بالسويدة، عرفتي كيف؟ فكان الارتباط اللي أمكنهم الحضور طبعا شاركونا. أما حتى الندوة كانت أيضا بحضور عدد كبير من موظفي المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني اللي هي المنتج.
طبعا انا بوجه تحيه ايضا لمدير المؤسسه الاستاذه ديانا جبور، الحقيقه كمان كانت خلف هذا العمل لانه كثير كان في صعوبات لتنفيذ هذا العمل. تخيلي انت بين اربع حيطان، انت شفتي فرح كيف الديكور، يعني هو ديكور المكان الواحد، فانك تبقي ثلاث شهور عم تأدي تقريبا. انا اللي بعرفه انه كانوا يلتقوا شيء 8 او 9 الصبح للعشرة بالليل في هذا المكان، كل الستاف كثير طويله وثلاث شهور. طبعا طبعا طبعا، حتى في تعليق للاستاذ رشيد عساف بيقول فيه انه انا اديت بهذا العمل تقريبا 1000 مشهد، هو ما يعادل اربع اعمال. لانه يعني بمكان ثابت وبمكان ثابت، شكل سيت كوم كمان يعني. سيت كوم تماما. هلا فرح، على فكره في علماء نفس درسوا هذا القالب اللي هو السيت كوم، وقالوا انه خليني اقول الكاستنج اللي بيجي بيأدي العمل السيت كوم كيف بيتعرض لمراحل نفسيه، وحددوها انه اول اسبوع بيكونوا مبسوط، بعدين بيصيبهم ملل اكتئاب، بعدين بيرجعوا بشيء طبيعي لانه مكان مغلق. ينفصلوا عن المكان تماما. هلا تمام، بالنهايه على فكره بالمناسبه بعد السيت كوم بيصير في الفه فظيعه بين لانه كيف بدهم ينفصلوا بعد هالمده. ولذلك من هنا اقرا انه الثنائي اللي ابتكروا هشام شربتجي وهو رشيد عساف ورنا شميس، انا اعتقد انه جهات انتاجيه اخرى ستستغل هذا الثنائي. وادلل على قولي في مسلسل اسمه الغريب لشركة قبند، هو من إخراج محمد زهير رجب المخرج، بوجه له تحية. لم يعرض على المفتوح، عرض على المشفر. أيضا هون الثنائي بيكون في الزوج والزوجة رشيد عساف ورنا شميس، وهو هذا مسلسل غريب صور بعد أزمة عائلية. هلا اثنين هن عرضوا ب 2017، ولكن من هنا أتنبأ بأنه يعني هذه الوجوه اللي قدمها هشام شربتجي واللي دائما بيجي الى الوجوه الجديده وبيتعامل معها، سواء الثنائيات الجديده كمان تماما تكوين يعني دائما هشام شربتجي يرفض التعامل مع الجاهز. دائما بتلاقيه بيروح على شيء هو بده يصنعه، يعني الثنائي مثل ما تفضلتي. هلا رشيد عساف نجم معروف، رنا شميس ايضا، لكن كثنائي المره الاولى في التعامل. طارق عبده، نجاح ابراهيم، ليا مباردي، المساحه الاولى التي تمنح لهم بهذا الشكل طبعا، وهن كانوا امام فرصه كثير كبيره. يعني هشام شربتجي هو اللي اطلق ايمن رضا، باسم ياخور، اسماء كبيره. ايضا نحن يمكن ما بنعرف امل عرفه مثل ما هي الا من خلال ايضا هشام شربتجي، يعني فهو الحقيقه شيخ الكار. من هون بتلاقي انه حتى سعد الحسيني بالمناسبه المؤلف الموسيقي لم يذهب الى هذا اللون، هي الكوميدي بهذا الشكل الا مع هشام شربتجي. يعني خلينا نقول استاذ ملهم انه هو فعلا عمل متكامل من جميع الاطراف. تمام. ان كان من الموسيقى، من الممثلين، وحتى من جميع الاطراف. خلينا نقول بس اذا نحن بدنا نتذكر الاعمال الكوميديه السوريه الحقيقيه اللي كانت تشتكي للمشاهدين، ما فينا ننسى مثلا عائله خمس نجوم واجزائه المختلفه، ما فينا ننسى جميل وهنا، يعني كثير من المسلسلات يلي فعلا بقيت بالذاكره ولهلا لما بتنعاد بنلاقي إلى الجمهور بعدها. تمام. ازمه عائليه قد بتشوف انه وصل لهذا المستوى، ان كان بمعالجه المشكله اللي هي اكيد اكبر بكثير من المشكلات اللي كانت، وحتى بجذب المشاهدين كلياتهم. فرح هلا المسلسلات اللي ذكرتيها هي كلها هشام شربتجي. نعم. اخراج هشام شربتجي. نعم. بالتالي هي التجربه هشام شربتجي، يعني سؤال انه هل هناك يعني الخاتمه بازمه عائليه مفتوحه. تمام. اجزاء. فهل هناك جزء ثاني؟ طبعا هشام شربتجي رفض وقال انه انا اذا بدي اروح لجزء ثاني فبروح بديكور مختلف، بثنائي مختلف. نعم. بتركيبة مختلفة تماما. فلذلك هشام شربتجي لا يكرر نفسه. لكن ذكرتي نقطة هامة انه كان انا يعني انا توصلت حقيقة الى نتيجة انه القيمة التي حصدها أزمة عائلية اللي هي خلينا نعتبرها القيمة الحالية لا توازي ولا تقارب القيمة الحقيقية للعمل. لكن اعتقد انه خلال عقد او عقدين يعني بمعنى القيمة المستقبلية ستفوق قيمته الحقيقية. نعم. وسيعتبر هذا العمل من أيقونات الدراما السورية، وسيعتبر العمل الإنجاز، لأنه الحقيقة في كتير تجاوز هون. في أنت عم تطرحي الأزمة السورية بكل أطيافها، الحقيقة هو يمكن العنوان أزمة عائلية، لكن أنا أعتقد هذا المسلسل تناول الأزمة الوطنية. يعني عرفتي من هون كان أخذ يعني أو استحق جواز سفر أنه يدخل على أي بيت. أكيد. كان عم يتعامل ببساطة لكن عم يوجعك بالأخير، فهو ما اعتمد المونوتون، يعني انه مو طول الوقت كان الكوميديا للكوميديا، الاضحاك للاضحاك، عرفتي؟ نعم. لم ما اجى على شكل بشكل مباشر ليطرح المشكله. النقطه الاهم ايضا انه يعني قدم الاخر
بطريقة موضوعية، بطريقة لائقة، بطريقة يعني لم يستخف بالآخر، لم يشيطن الآخر، لم راح ليقدم مبررات ليفهموا. حتى شفنا في بساطة، يعني ما شفنا هذا التعقيد اللي بنشوفه بالمسلسلات من الديكور ومن اللوكيشن المختار ومن مختلف يعني هذا نهج هشام شربجي، انه هو بيعتمد البساطة ليوصل لنتائج معقدة، يعني هو البسيط اللي هو مثل ما بيقولوا البسيط بفوت على قلوب كل الناس. تمام. يعني استاذ ملهم، فعلا مسلسل نحن نتمنى لكل أسرة العمل التوفيق، وأيضا ما فينا نقول غير أنه فعلا مسلسل لمس قلوبنا ومشاكلنا همومنا كلياتنا، فأكيد نحن نتمنى دائما الدراما السورية تكون على هذا المستوى وأفضل من هيك لملامسة هذا الواقع. بدنا نتشكر كتير وجودك معنا لليوم، وأكيد نرجع نوجه التحية لكل أسرة العمل. شكرا فرح، وشكرا سلمى، ويسعد صباحكم وصباح مشاهدي الأخبار السورية. شكرا لك أستاذ ملهم، وأكيد إن شاء الله توفيق لكل أسرة العمل. شكرا لك.